بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كن المؤلف رحمة الله عليه برنج الأصل الأول مدالي تنبليج الأصل الثاني منكلا معرفة دين الإسلام بالأدلة. من عرج المؤلف على الأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه، وابتدأ بتعريف الإسلام. تولينا يجنا دغنا تغنا كتالف تيري شي نيار لو جوسان موي جام بي خام بي موي خام دين مو تامل نا شي خام الإسلام موي لا. من الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. من وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام موي نتمر استسلام لله بالتوحيد موي ومت يلا جبلوه تكننكو لول موي تولو إفراد الله بالعبادة. الاستسلام لله بالتوحيد إيغال إفراد الله بالعبادة، والانقياد له بالطاعة ومتلكم ميل بالطاعة كي ديف سانتاني اك باي تري، والبراءة من الشرك وهي دنك في شرك بوكال اك نكاي ديف. هذا التعريف، هذا تعريف الإسلام، أن تسلم أمرك لله لأنك عبد، والعبد لا بد أن يسلم للسيد، والسيد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لي موي ديفينيسيون الإسلام. الإسلام موي nga dal li womatu jebal sembir yalla womatu jebal sembir yalla ngir jam nga jam kat dafa womatu jebalu ki di sang sang bi nak moy Allah comme niko yonte yalla bi صلى الله عليه وسلم waxe mune ganal wa huwa thalath maratib. L'islam kat ñetti daraja la ñetti daraja la islam iman ak ihsan islam ngam ak rafetal wa kullu martabatin laha arkan bu nek nak ci daraja yi amna ay ponk l'islam ak ponkam ngam ak ponkam ihsan ak ponkam من ثم قسم الدين إلى ثلاث مراتب إسلام إيمان إحسان. كون من في أركان الإسلام بونكي الإسلام خمسة جرم بونكي الإسلام جرم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سيدة ني أمر كني جامو تدق كدل كدل يلا كدل يلا محمد يننتب يلا بن إقام الصلاة تخوال جل نعم إيتاء الزكاة جخي أزكاة نت صوم رمضان نعم حج بيت الله الحرام أج تنيقو يا لبي جرم. كل مني أركاء الإسلام خمسة بسجيت موي الشهادة الشهادة مني نك. فذكر المؤلف رحمه الله دليل شهادة أن لا إله إلا الله وأوضح معناها. منينو لن موي تتلو لا إله إلا الله موي وخ ببرم تبارك وتعالى وخني شهد الله يلا سيدنا أنه لا إله إلا هو أو نكون جامو تدك كدل مو والملائكة سيدنا يلول وأولو العلم سيدنا يلول قائما بالقسط من برم بي تبارك وتعالى كوماندولا بالقسط كوماندولا تي ليب تي اي جيفو اكي سانتانم اكي تريم لا اله الا هو مو نيوات دي فدلي انكور با نيكب امول كوني جامو ليك كودول مو العزيز الحكيم من برم تبارك الله العزيز مو الحكيم مو و معناها سانس لا اله الا الله سانس بمعنى بموي لا معبود بحق الا الله امول كوني جامو تي دغ كودول يالا
la ilaha moy parti bu jëk ci bat ngir bat dafa am ñaari ponk li légui ponk la waxna mana bi li légui ponk la dafa am ñaari ponk ponk bu ñëk moy la ilaha nafi'an jami'a ma yu'bad min dunillah da fay daq lepp lu ñu jamuté du yalla illa allah ñaaral ponk bi muthbitan al ibadata lillahi wahdahu la sharika la fi ibadatihi kama annahu la sharika lahu fi mulkihi takhala al borom tabaarak wa ta'ala jam mom dong deet ñukoy bokale fi ibadatihi ci jam way tamit deet tamit ñukoy bokale ci nguuram gi wa tafsiruhu alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala way nak firi buy ñew di leral deug di leral maana bi ak ponki moy waxu borom bi tabaarak wa ta'ala wa iz qala ibrahim ba mu dal jeex munenu fi nak fala budda an tashtamil shahadatu al ikhlas ala mun ta ñak sedem ikhlas bi di lambo ñaari mbir mo nafyun daq wa ithbatun saqal bat bi dafa nu muy daq ak lu muy saqal fa nafyu daq gi ñu ngi koy déggé ci la ilaha saqal gi fi qawlihi illa allah wa hadhihi sighatu tufidu al hasr wal ithbat bile façon yi teggini wax dañ ci jeriñu teunk ak saxal moy teunk ak saxal jaamu ken di allah annaha la lay def tahsuru wa tuthbitu al ibada lillah wahdahu da fay saxal al borom tabaarak wa ta'ala jaamu mom dong wa tanfiha an ghayrihi mum dal koy daqa ci kenen kutul mom ولذلك قال المصنف وتفسيرها لي موتاخ نك المصنف مني وتفسيرها بيري بوكاي ليرال موي لان واخ بي بروم دبا تا نيت دي ابراهيم ني ويد قال ابراهيم بي ابراهيم واخ بايام اك نيتام انني براء مما تعبدون من دي دنجنا با تي ويتش تي لي نين دي جامو الا الذي فطرني بمودس كيما بيند وجعلها فانه سيهدين دنا ما غندي جوبل ما وجعلها اي الكلمه من دا ديف بات بوب مو نيك بات بوي ديف في اقبه اي في ذريته تي نيبوتام لعلهم يرجعون غير نين نيو تي نيبوتام دالي ديلو وات تي بات بي دي موي ديغلك لو موي تري